من المقرر أن تعقد الدورة 44 للجنة التراث العالمي لليونسكو في فوجو بمقاطعة فوجيان شرقي الصين عام 2020، وفقاً لما ذكر أبو الفاس قرايف رئيس الدورة 43 للجنة في باكو عاصمة أذربيجان يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري. وستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيه الصين الحدث، وتجتمع اللجنة كل عام لتحديد المواقع التي ستضاف إلى قائمة التراث العالمي. وخلال دورة هذا العام تمت إضافة 29 موقعا إلى القائمة، بما في ذلك المواقع الأثرية الصينية مدينة ليانجو ومحميات الطيور المهاجرة الصينية على طول ساحل خليج بوخاي.